طابت أوقاتكم. ماذا سنكتب كي نقول جراحنا؟ إن المسدس صار يكتب ما يشاء. مجاز نزار قباني كان واقعاً معيشاً وما زال، فثمة من يكتب بقلم الرصاص وآخر يكتب بالرصاص نفسه. ولطالما كنا معجبين حد الدهشة والانتفاخ بالشاعر الفارس الذي يدحرج الرؤوس ويسبي النساء وييتم الأطفال. وبعد انقضاء ظاهرة الشاعر الفارس أطل علينا الجنرالات ليأخذوا حصتهم من عوالم الكتابة والإبداع، فاختطف تشرشل جائزة نوبل للآداب من أدباء عصره، وفرض زملاؤه وخلفاؤه العسكريون أنفسهم على مؤسسات الثقافة ومنابرها حتى يومنا هذا. فهل يصلح العسكر للأدب؟ وكيف يمكن التوفيق بين نسق مهنتهم المنضبطة بإيقاع الفرقة النحاسية وبين أنساق الإبداع الفوضوية المنقلبة على نفسها؟ وهل يتورط العسكريون في انقلابات الأدب وثوراته، أو أنهم هنا للإيقاع بهذا العالم ومحاولة ضبطه على إيقاعهم الرتيب؟ ملف أدب العسكر نفتحه في حلقة اليوم مع ضيفنا الروائي والضابط السابق عبد الناصر العايد، ولكن بعد هذا التقرير. إذا كان منح وينستون تشرشل جائزة نوبل للأداب عام 1953 قد أثار جدلاً ما زال متواصلاً حتى الآن، فإن الأغلبية تتفق على علو كعب تولستوي صاحب الحرب والسلام في عالم الكتابة الإبداعية، وعلى أن كلا الرجلين عسكري محترف نجح في صنعة الكتابة، فإن الباب بعدهما ضاق حد الاختناق، وصار حضور العسكر في عوالم الإبداع والفن مجرد تجميل لوجه قبيح، وجه متجهم صارم لا يستدعي سوى مفردات الخوف والحرب. سؤال الإبداع المنحاز للحياة والحريات والحلم لا يبدو منطقيا في سياق صناع الحرب ومبتكري وسائل القتل، لذا كان النفور من العسكر الأدباء والاستهزاء بهم أحيانا سمة عامة في أوساط الناس على اختلاف مشاربهم وثقافاتهم، فالمهزومون منهم يكتبون عن النصر والقتلة يتغنون بالحياة، إلا أن هذا السد الشعبي العالي في وجوه هؤلاء كان أرضا خصبة لنمو سير بطولات شاعر عسكري آخر حمل روحه على راحته ولقب بالشهيد قبل استشهاده. وإن كان المخيال الشعبي يحفظ صور بطولات الشعراء الفرسان ويباهي بها من عنترة إلى عروة إلى أبي فراس الحمداني، فإن الأدباء الفرسان في زمن الدكتاتوريات العسكرية محض وهم يتم تصنيعه في مختبرات التوجيه المعنوي، سوى أسماء قليلة دفعت ثمن الانحياز للحياة والناس وتخلت عن مهنة الحرب لتكتب فصولها الدامية بحبر لا يعرف تركيبته السرية إلا من كان بها خبيرا. لمناقشة الموضوع يسعدني أن أرحب بالروائي والضابط السابق عبد الناصر العايد. مرحبا أستاذ عبد الناصر. مرحبا، مساء الخير. يسعد أوقاتك، أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الناصر. ارتبطت العسكرية عند الكتاب وعموم الناس بالحرب والقسوة ومجافاة المشاعر، كيف يمكن أن يكون العسكري كاتبا؟ هي مفارقة لا يمكن لنا فك مجاهيلها بسهولة، أرجو أن تساعدنا على فهمها بوصفك كاتبا ذا خلفية عسكرية. أول شيء الله يعطيك العافية على المقدمة النارية، بس يعني بعتقد أنها هي تصلح لحقبة زمنية ولبقعة معينة، هي سوريا وحقبة الأسدية نصف القرن الماضي. صحيح. وبعجالة بدي بس أسرد الأسماء ومنجزات بعض كبار الكتاب العالميين اللي هن مش من يعني مش أصول عسكرية، لكن هن مروا بتجربة بفترة حياة عسكرية. نعم. وعلى رأسهم دوستويفسكي، يعني أكبر أهم روائي نفساني عبر التاريخ حتى الآن. نعم. دوستويفسكي يعني عاش 22 سنة عسكري ضابط.
منها 4 سنوات سجن. ومثل ما حكيت حضرتك تولستوي في هذا على المستوى على مستوى روسيا، على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية في ويليام فوكنر، في كما ذكرت وينستون تشرشل، على صعيد العالم العربي في عنا أدباء متميزين ومهمين من الـ يعني من من الـ من الـ من صفوف العسكر، مثل الشاعر الشهير حافظ إبراهيم، يمكن ما بتعرف إنه كان ضابط، في شاعر عراقي مهم جدا ولكن غير مشهور اسمه ناظم الطبقجلي. ناظم الطبقجلي اشترك مع عبد الكريم قاسم بانقلابهم على الملكية، وبعد أشهر قام عبد الكريم قاسم بإعدامه، وهو كان قيادي قائد كبير في الجيش العراقي، يعني هو عسكريا أقدم وأعلى رتبة من عبد الكريم قاسم. في الجزائر هناك روائي شهير اسمه الآن عالميا، يعني هو من الأشهر عالميا، اسمه ياسمين خضراء، هو اسمه محمد بوسهول أو أبول سهول أو هيك شيء. هو كان عميد وتقاعد من 5-6 سنوات فقط، يعني كان يكتب باسم زوجته. عندنا يعني يوسف السباعي كاتب رواية الشهيرة رد قلبي. عندنا كثير أدباء من أصول عسكرية على مستوى العالم، على مستوى المنطقة أبدعوا، لكن الحقبة الأسدية طبعا لا يمكن أن تنتج شيء. ومثال مصطفى الطلاس، يعني مصطفى الطلاس لم يكن لا كاتبا ولا عسكريا، كان يعني هو واجهة لحكم طائفي يريد وجه سني بين قوسين، وفقط هذا كل ما هنالك. الحياة العسكرية جزء من حياتنا البشرية، وفيها عمق بالمشاعر وملامح خاصة ملاحظتها ودراستها والتعمق بها بيغني تجربة أي أديب، خاصة على صعيد يعني التجربة الداخلية، المشاعر السرية للإنسان اللي هي بتترجم لأدب. الآن المبدع أو الكاتب يخرج من هاي الحالة مستفيدا إذا كان خارج من منظومتها المهنية والأيديولوجية. يعني في الجيوش شديدة الاحترافية يصعب أن نجد أدباء، لأنه ما بتترك لهم مجال العملية الاحترافية. يعني حاليا بالعصر الحديث ما شفنا عسكريين أدباء، باستثناء ومثال الآن سأطرحه بعد قليل يتعلق بإسرائيل. أيضا إذا كان يعني متقمص لأيديولوجيتها مستحيل أنه يقدر يطلع منه شيء. أما إذا دخلها كشخص، يعني كما قلت دوستويفسكي كان معارض، كان موجود بالجيش ومعارض، وهو اعتقل على خلفية انتمائه لحركة فكرية في روسيا مناهضة للقيصرية. أيضا يعني كما قلت ناظم الطبقجلي العراقي كان متمرد. أستاذ عبد الناصر اسمح لي اسمح لي، الأمثلة اللي تذكرتها حضرتك أمثلة صحيحة، ولكن كلها تنتمي إلى النصف الأول من القرن العشرين، يعني عالم ما قبل الآن، ما قبل ربما الحكم العسكري الديكتاتوري السائد في الوطن العربي. الآن الأمثلة قليلة، أو الأدباء الحقيقيين المكرسين من العسكر هم ندرة. طيب سأنطلق إلى مسألة أخرى، كونك عسكري وكاتب أيضا، هل من عقبات يواجهها العسكري في الكتابة غير العقبات التي يواجهها الكاتب المدني؟ وهل تشكل تحديا لمهنته؟ يعني أنت استقلت من السلك العسكري، هل كان تحدي الكتابة أحد الأسباب؟ يعني بطبيعة الحال العسكرية هي انتظام وصرامة واتجاه واحد، لا تقبل يعني لا تقبل الشراكات، يعني وأنه الإنسان يتشتت أو يفكر بالمسألة من جوانبها المتعددة. وعلى الوضع السياسي بالبلد، يعني أنت بتعرف عوامل عديدة يعني كانت سبب تركي للجيش. أنا أصلا يعني لم أستقل، أنا أقلت بمرسوم من بشار الأسد. أسباب كثيرة يعني لا حصر لها، عدا أنه أنت تكون شخص منفتح، شخص يعني عم تقرأ. كان القراءة بحد ذاتها مشكلة، يعني أذكر يعني أنه عوقبت، ويعني القراءة في العسكرية يعني من المخابرات الجوية فقط القراءة فقط في العسكرية لأنني أقرأ ولأنني أناقش. القراءة في العسكرية يعاقب عليها. يعني
نعم، أنا طلبت مرة أتذكر يعني هي جيدا بسنة 2007 إلى فرع المنطقة الشمالية مخابرات جوية أو ما يسمى فرع حلب، وكان الآن قائد المخابرات الجوية الآن اسمه غسان إسماعيل، كان برتبة عقيد ركن، كان مستلم قسم التحقيق بهذا الفرع. يعني من باب الإزدراء، وأنت بتعرف أنه كمان بالجيش السوري بيسموا اللي بيقرأ والمثقف يعني بيسموه أستاذ، وأستاذ بالعسكرية بتعني يعني عفوا للسخرية. نعم، فشاف لا تحقير أكثر من سخرية، فطلبني سألني أنه أنت ليش بتضل منقطع عن رفاقك وما بتقعد معهم وحياة، ما عندك حياة اجتماعية بين أوساط زملائك؟ قلت له أنا بقرأ وأنت بتعرف هذا الشيء أكيد، يعني أكيد دارس ملفي وبتعرف أنه أنا كاتب وأنا بقرأ منيح. قال لي بس بدي أفهم أنت كضابط أنه شو بتفيدك القراية والكتيبة؟ يعني حتى ما بسميها القراءة والمطالعة ولا الكتابة، إنه الكتيبة، الكتيبة تسخيف أيضا للمسألة. في حالة عدوانية تجاه الشخص الذي يقرأ، أو خلاص في حدا حاطينه بمثابة العقل والمخ وهم يعني أيدي وأرجل وأدوات يعني، وهذا هيك النظام. هذه الأمثلة الموجود. إذن التي السبب يعني نحن نعم، هذه الأمثلة التي ذكرتها إذن هي فضل كافية لكي تضعنا وتضع المشاهد بصورة العقبات الهائلة التي يعانيها العسكري الذي يريد أن يقترف فعل الكتابة. طيب أنتقل إلى محور آخر أيضا. لا، هذا نعم تفضل عزيزي ياسر، هذا بمنظومة مشوهة و قبيحة وشوهت كل المعاني الإنسانية. يعني يعني مدير الصرف الصحي بسوريا لا يعمل يعني كما يفعل غيره، فما بالك بمجالات حساسة يعني أن يكون يعني بجيشنا وباجتماعنا وبسياستنا وبكل مجالاتنا يعني بتعليمنا وبغيره. نحن منظمة منظومة مشوهة ويعني محطمة تماما، لا يجب أن يقاس عليها لا زمنيا يعني بعمر الظاهرة هاي اللي إذا بدنا نسميها ظاهرة العسكر اللي بيكتبوه، ولا يعني جغرافيا كما قلت لك يعني بالمقربة منا بالجزائر الآن هو استقال من 5 سنوات يمكن ياسمينة خضراء الآن هو من أهم الأدباء بفرنسا، الأكثر مبيعا بفرنسا، ومن الأكثر ورواياته مترجمة ل 25 لغة. بإمكانك أن تبحث يعني. طيب أستاذ عبد الناصر، أستاذ عبد الناصر، سواء في الجزائر، في سوريا، في مصر، أو حتى في الجيوش الأوروبية أو غيرها، العسكري معرض جدا لأن يقمع ويقتل الناس، يعني مهنته ربما تضعه في هذا المكان سواء كان محقا أم لا. إذن كيف يمكن للمبدع ذي الخلفية العسكرية أن يتحدث عن هموم الناس، عن حب الحياة، عن تساوي الناس في عيشها بحرية؟ ما بعتقد انه الأديب بالضرورة لازم يحكي عن هاي الأشياء. انا بنظر للمجال اللي بكتب فيه اللي هو الرواية. روايتك تاريخية كانت. الرواية ابدا ما لا نعم، روايتك كانت تاريخية. بزمن ما الروايات اللي كتبتها وانا بالمؤسسة العسكرية كتبتها بهذا المعنى، لكن هي يعني لها اسقاطات واحالات معاصره لانه ما كنت قادر اكتب بس انا نظرتي للروايه بالعموم يعني مش رواياتي انا، فكرتي عن الروايه يعني التعريف اللي قاله كونديرا اللي هي الحياه السريه للمشاعر، فالحياه السريه للمشاعر ما لها علاقه بكل هذا الكلام اللي عم نحكيه. الادب مو بالشرط هو تبشيري ولا هو لتغيير العالم ولا هو لاشاعه الحب، وكما يعني قلت لك الان الصنف الادبي الرائج عالميا وصنف العصر هو الروايه. الرواية صحيح. غالبا ولا تنجح تقريبا إلا إذا كان بطلها سلبي وتشاؤمي وعدمي وكل ما هنالك من ليست بالضرورة يعني الأدب مشرق. لكن برجع تعقيبا على عبارة ذكرتها سابقا أنه العسكري مضطر إلى أن يقتل نعم، لكن ليس ما بنرجع نسقط نموذج عسكر سوريا. عسكر سوريا حالة يعني منحرفة وشاذة. العسكري والضابط في كل جيوش العالم عبر التاريخ كان الفارس، وشعر الفروسية والشعر جميل، وهذا موجود يعني في الذاكرة العربية طبعا، هو من أجود ما كتب عبر التاريخ. يعني احنا عنترة ما فينا نعتبره غير عسكري، عنترة كل عمره مقاتل صحيح. الحمداني عروة وأبو فراس، أبو فراس مقاتل نعم، الفرسان، الشعر الفرسان في العربية كثير، الشعر الفروسية في العالم
صحيح. نعم، يعني الشاعر هو الفارس العسكري، هو فارس، هو يدافع عن قومه، عن أمته، عن قيمه، عن أشياء كثيرة يعني، وهو يتصدى للشر، مش هو اللي يكون الشر. بالتأكيد ما بدنا يعني نسقط هاي التصور المنظومة، التصور الحقيقي أو التصور الحالم للأديب الفارس هو الفارس الذي دائما هو بجانب الحق وبجانب نصرة الحق. فاصل قصير ونعود لمتابعة الحوار. مرحبا مجددا أستاذ عبد الناصر. العسكرية كما ذكرت حضرتك وكما نعرف سمتها الانضباط، وهو ما ينعكس على نمط حياة العسكري المحترف، والكتابة وأنت تمارسها شغب وتمرد وأسئلة خارج الصندوق. كيف يمكن الجمع بين المعادلتين المتناقضتين؟ الآن من ناحية السلوك الخارجي، الانضباط الخارجي ويعني الحياتي المعيشي، أنا ما بعتقد أنه الأديب بالضرورة لازم يكون فوضوي أو ما بينتج إلا إذا كان فوضوي. دراسة السيرة الذاتية، معظم الأدباء تعطيك فكرة أنه كانوا منضبطين جدا وصارمين جدا، ويعني بعضهم يستفيق بساعة مبكرة ويعمل لساعة متأخرة، ونجيب محفوظ كان على الساعة يعني يكتب حتى أنا الساعة قصدت الفوضى الداخلية والتمرد الداخلي. يعني هاي حكينا عن الشيء الشكلاني الخارجي. نعم. ما لازم نقيسه. نعم. ما في شيء بيجبر العسكري انه يكون من جوا يعني هو منضبط وصارم الا اذا كان في منظومه خوف. اذا ما كان في منظومه خوف مهيمنه عليه، وهي المنظومه اذا كان عسكري ولا مدني ولا شو ما كان وضعه بدها تضل مسيطر عليه وتقيده وتثبطه. لكن اذا كان هو يعني متحرر من مخاوفه ومتحرر، فما في شيء بيمنعه، يعني هو مثل اي سجين بقيد، هو شيء خارجي لكن هو عالمه الداخلي هو حر فيه، هو بيقدر يشتغل عليه، بيقدر يطوره، بيقدر يخرجه بكتابات، يعني حتى لو لم تنشر، لو لم يعمل عليها. ما كتير معك بهاي المسألة أنه لا، العسكرية بتفرض على الشخص يعني قيود تمنعه من الإبداع. لا، أنا أطرح سؤال والجواب، أنا أطرح سؤال فقط والجواب عندك. أنا لا أقرر، أنا فقط أطرح سؤال، تمام. الجواب عندك. تمام. يعني أنا فكرتي وهي أنه من الداخل هو حر، هو يعني إذا كان مبدع راح يظل مبدع. الآن طول الفترة العسكرية يمكن أن تقتل الإبداع، يعني أنا الأمثلة اللي سردت لك إياها كلها لناس هن يعني تركوا العمل العسكري بمرحلة ما، يعني مثلا ماريو بارغاس يوسا، ما بعرف كمان إذا بتعرف أنه كان عسكري. هذا كان بالكلية، وبعد سنتين أو ثلاثة بالكلية العسكرية شعر أنه هو لازم يهرب من الحياة العسكرية، مش يعني بس ظلت منطبعة بذاكرته بشخصيته، وعمل كثير روايات بعدين عن العسكر وعن الحياة العسكرية، ومثلا حفلة التيس وغيرها من الروايات وأعمال المهمة بتلاقي فيه. يعني أنا كعسكري بفهم أنه هذا ليش كتب هيك، ومنين جاب هاي الانطباعات، ومنين جاب هاي الصور، هي من هاي السنتين أو الثلاث اللي قضاها كطالب ضابط بالكلية الحربية. طيب هنا أستاذ عبد الناصر دعني أركز على نقطة مهمة، دعني أركز على نقطة مهمة. الأمثلة التي ذكرتها كلها لأدباء عسكريين، وهي أسماء كثيرة وكبيرة، هل من سمات تجمع أدبهم؟ هل ترى أن هنالك سمات مميزة تميز أدب الأدباء الذين هم من خلفية عسكرية؟ يعني مع احتمال الخطأ، بيميزهم جميعا هو السادية، يعني المتفاوتة على نصوصهم وشخصياتهم. في سيطرة يعني تنفذ إلى الأعماق، يعني دوستويفسكي نافذ إلى أعماق شخصياته، بحيث أنه يعني ما بيترك للشخصية مجال أنها تساوي شيء ما بده إياه هو، بس طبعا بحرفية عالية. أكيد. ما في وصف خارجي شكلاني، في محاولات نفاذ للعمق الشخصية والإمساك بها وإملاء الأوامر عليها. هاي السادية بالكتابة يمكن
مش هذا الرأي قابل يعني للاحتمالية، يمكن هو الأبرز بين سماتهم. طيب هل يستطيع العسكري معالجة الواقع بجرأة وحيادية؟ طبعا بالتأكيد لا نتحدث عن سوريا، مستحيل من التجارب اللي ذكرتها، هل يستطيع أن ينطلق إلى الواقع ويقرأه بجرأة وواقعية؟ الآن الحياة العسكرية سمتها أنه معزولة عن الحياة الواقعية نوعا ما، يعني بعيد عن تيار الحياة الصرفة. الحياة العسكرية ما فيها العائلة، ما فيها الأسرة، ما فيها المرأة غالبا، ما فيها الأحداث اليومية البسيطة، هي حياة من نمط معين، ودائما اللي بينتهن يعني يعيشها هو بينعزل عن تيار الحياة الواقع. لكن هذا لا ينفي أنه ما فيها حياة، وما لكنها حياة يعني جزء من الحياة. ليستطيع أن يكتب نص حي عن الحياة بالعموم لابد أن يخرج وأن يستفيد من هذه المسألة. لكن بتصوري أنا ممكن الإنسان يكتب عن السكن العسكرية، عن المعسكر نص قوي إذا كان فعلا مبدع. أنا لم أقرأه حتى الآن، هذا النص اللي بيتحدث عن يعني حياة المعسكر ويكون فيها عمق، لكن ممكن ويطلع نص حي من شان يكتب عن الحياة، همومها سواء واقعية أو يعني سحرية أو سميها ما شئت. هو بحاجة خبرة حياتية. مشكلة معظم الأدباء العسكريين أيضا أنه هن يعني بينتظم أو التحق بالحياة العسكرية باكرا، فما بيكون مدرك ميوله الحقيقية الأدبية وغيرها. أحيانا بيجي يعني بيهملها لفترة، بيكون تقدم في العمر ويكون في مراحل من الحياة لم يختبرها بشكل جيد. إذن وصلنا يعني وصلت الفكرة وأدركنا الوقت، وسأعود إلى جملة قلتها وأتمسك بها، لابد من الخروج من هذا القفص لكي يرى الحياة بعموميتها وبصورة أكبر. وأنت خرجت وأصبحت روائيا، لك اسمك على الساحة السورية والعربية، ونتمنى لك المزيد من الألق في أعمالك القادمة. الروائي والضابط السابق عبد الناصر العايد، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. شكرا ياسر. وإن كان بعض العسكريين يتخذون من الأدب وجها مستعارا يتجملون به، فإن الشاعر الذي حمل روحه على راحته ومضى إلى حياة تسر الصديقة وتغيظ العدا كان ضابطا ملتزما أيضا، استقال كي لا يقبض على رجل وطني. وفي سيرة عبد الرحيم محمود أسرار أكثر وأعمق، تعالوا نتعرف إليها. Thank you.
لطالما كانت الحياة العسكرية المؤقتة تجربة خصبة للكتاب والمبدعين، خرجوا منها بأعمال أدبية استثنائية، فهي فصل جديد كلياً يتيح التعرف إلى أساليب عيش وعلاقات مختلفة. ولكن عندما يحترف الرجل مهنة الحرب سيكون عصياً على المتلقي أن يصدق دموعه التي يذرفها في قصيدة على ابن الرجل الذي قتله، أو وقوفه على أطلال مدينة دمرها بطائرته، أو تذلله لحبيبة سجن حبيبها ونكل به. وإذا كان العسكر هم السلطة والوظيفة الأسمى للمثقف هي إزعاج السلطة، فكيف تحترف السلطة مهنة إزعاج نفسها؟ أسئلة مفتوحة للحوار. أراكم على خير أيها الأحبة.